صحيح، يمكن هنيجي لجزئية الأموال وأكيد الاستثمار في كرة القدم ويغير شكل أو خريطة كرة القدم خاصة في أوروبا. الاستثمار هو شايف موضوع الاستثمار إزاي، وإزاي إيه الاستفادة والدروس المستفادة. طبعا هو عارف أن بلغ خسائر الأندية من خلال السنتين اللي فاتوا بسبب فيروس كورونا حوالي 7 مليار دولار، فكيف نستفيد من أكيد من خبراتك نستفيد إزاي من العملية التجارية والإدارية في تفادي هذه الخسائر في الفترة اللي فاتت طبعا بسبب فيروس كورونا. كل العالم كانت مشكلة خطيرة للعالم بأسره. مشكلة كورونا فيروس لم تكن كرة القدم غريبة عليا، وليس فقط المشكلة الاقتصادية التي أثرت في كرة القدم، ولكن يجب أن تعلم شيئا هام، أن من الآن يجب أن نستعد من أجل حدوث مشاكل كبيرة كما حدثت في الأيام الماضية بالكورونا فيروس. لكن أنت تحدثت عن شيء هام، وهو أن كرة القدم تعيش في واقع اقتصادي صعب على اللاعبين والمدربين ووكلاء اللاعبين. يجب على وكلاء اللاعبين أن يدركوا أنه من الضروري افتراض أن الوضع الاقتصادي الحالي للعالم شهد تغيرا كبيرا، ويجب أن ينعكس ذلك في عقود اللاعبين، ليس فقط اللاعبين، المدربين ووكلائهم، لأننا إن لم نتعاون في ذلك الأمر لن يتمكن أحد من دفع كل هذه الأموال التي تم ضخها في الأعوام الماضية. عندما كنت في عهدي كنت لا أدفع كل هذه الأموال، كنت أتعاقد مع النجوم، ولكن كانت هناك مبادئ في التعاقد. في هناك مشكلة كبيرة الآن، حرب روسيا وأوكرانيا قد تؤثر على العالم كله، وهذه أيضا مشكلة كبيرة يجب أن نأخذ بالنا منها. من خلال الاستثمارات، يمكن كان في بعض الناس بيقول هو كان أو أنت كنت معارض بشدة مشروع الاستثمار في برنابيو، طبعا استاد ريال مدريد، وعلامات استفهام لماذا، يعني لماذا عارضت هذا المشروع أو تطوير برنابيو على المستوى الاستثمار، وكان قد يعود بعائد مادي كبير لنادي ريال مدريد. عندما كنت رئيسا لنادي ريال مدريد وكنت في اليويفا، تم عرض تجديد سانتياغو برنابيو علي، لكن في 2010 سانتياغو برنابيو كان يقام عليه نهائي تشامبيونز ليج، وهذا يعني انه افضل استاد في اوروبا. انا لم اعترض على تجديد سانتياغو برنابيو، لكن كانت هناك اشياء يجب ان تتم قبل تجديد سانتياغو برنابيو، لكن الرئيس الحالي قرر ذلك، واريد تحياته من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، لانه رجل حكيم راهن على المشروع، وقد نجح المشروع، وشفنا سانتياغو بالأمس في قمة الروعة، وقام ببناء مدينة رياضية كبيرة. أنا لم أعترض، ولكن الجميع أخذ بعد تصريحاتي بتحريف، لكن هناك أشياء مهمة كانت أهم من أن يقوم الرئيس بتجديد سانتياغو برنابيو، لكن إذا ما قام بذلك أنا سعيد، وهذا أمر جيد لنا وللمدريديستا، وفخر لينا وفخر لجماهير ريال مدريد ولنادي ريال مدريد، لأن العالم كله يجب أن يعلم أن مدريد الأعظم في أوروبا، والعالم ليس مدريد فقط.